يعطيكم العافية. هذه الحلقة رح نحكي فيها عن البومب أكشن. ليش في ناس بحب البومب أكشن؟ أي نعم هيدي السبطان القصيرة بس هلأ أهون لي بالحمل. الموضوع البومب أكشن لذتها أنه هي مانيول. إيه بتاخد 5 طلقات، إيه فيك توسع للمخزن، طبعا مش الكل بس معظمهم فيك توسع للمخزن تبعهم. كذلك الأمر ما إلها مشاكل. ليش؟ لأنه كل عم تستعمله مانيولي، عم تشتغله بإيدك. أوكي؟ طيب خليني أخبركم شغلة عنهم للبومب أكشن. أنا ليش بفضل البومب أكشن؟ البومب أكشن أول شغلة أنا لما أرمي على الطير وخرطش، هيدا بتتخرطش مثل النوع من اللي بترجع بتعطيني إلي معنويات أنا شخصيا. أوكي؟ ممكن ما تأثر على الآخرين. كذلك الأمر البومب أكشن أنا بحبها لأنه ما إلها مشاكل، يعني فين فيها أوس أي خرطوش اللي بدي، طبعا باستثناء البلاستيك. ما فيني امنعكم بالمرة عن البلاستيك، انا بقوس بلاستيك بس بقوس بال410 يعني، بس ما بقوس بشي تاني. واذا ما كانت كمان نوعيتها كتير منيحة ما برمي فيها. اوكي؟ لانه شوي خطرة. فلكون معكم واضح وصريح، البومب اكشن لذتها انه قد ما قوست فيها ما في عندها اي مشكلة. كذلك الامر ما فيها شيء يتوسخ، يعني ما بتخاف انه والله تتوسخ بلش تروكي بالبارودة، ما عندها اي مشكلة لانه دائما هي بتكون سبطاني كلها سبطاني وحدة مثل المفردة، ولكن جاي معها 5 طلقات وطبعا مانيولي بدك تقوصها. هلا في حال نحن كنا عم نرمي كيف بنعبيها؟ طبعا اول شيء كنا نعبيها، اول شيء بتعبي طلقة من فوق. اوكي؟ بتسكر البندقية وبلش تعبي من تحت. اوكي؟ بصير بسقطهم طلقة ولا طلقة. هيدي شغلة. الشغلة الثانية دائما وزنها شوي اخف من الاوتوماتيك. ليه؟ لانه ما فيها كتير ميكانيك، ما فيها غير قبضة وسكتان والمجموعة عادي. اوكي؟ يعني صباب ما في منه هذا كلياته، رسور ما في شيء، بس هيدولي بعض البنادق بومب اكشن تلاقيهم في عنده الرسور من هون. اتمنى ان الشباب يشيلوا له هذا الرسور، وهذا الرسور ما له عازي. بقول له محمد انه لا، ما الشركة عملته يا خي، عملوا بابازيه مشان بس ترجعها عليه تدفش لحالها يا خي. اذا ما رجعتها مزبوط ودفش دفشت لقدام علقت الخرطوشة عندك هون، فلا مشاكلها اكثر من عمليتها. ففضل دائما انا بنصح الجميع دائما حاولوا قد ما فيكم شيلوا الرسور اذا كان فيها رسور من هون ليتفشها للقبضة لقدام. البومب اكشن مثل ما قلت لكم بارود كتير عمليه، فيك ترمي فيها كل الخرطوش طبعا طالما هي ماجنوم او سوبر ماجنوم. وانتبهوا شغله، دائما معظم هواة البومب اكشن ما بحبوا السوبر ماجنوم. اوكي؟ ليش؟ لانه من ضمن الشغلات اللي بتلفت له نظرهم لا رومات اللي بيحبوا البومب اكشن بينتبهوا لهيدي المسافه من هون. اوكي؟ هاي اللي من هون المسافه. سو قد ما كانت طويله قد ما كانت هي ابطا بالتلقيم. يعني لما تكون بدك تسحبها من فوق لورا غير لما تكون عم تسحبها من نص المسافه وترجعها. ليش؟ لانه السوبر ماجنوم من هون بتكون اكبر وخرطوشتها اكبر. فطبيعي جدا بدك ترجع مسافه شوي زياده لتقدر تكب الخرطوشه السوبر ماجنوم. فكرمال هيك معظم البومب الشباب اللي بحبوا البومب اكشن ما بيحملوا اكثر من ماجنوم، ما بيحملوا البارودي اكثر من ماجنوم. وهذا من ضمن القصص اللي خلت الريمينغتون 887 ما كثير ناس يرغبوها، بغض النظر عن المشاكل اللي طلعت فيها، وهي طلعت بس خطا ب شو اسمه بمراجعه الباروده. ولكن معظم الرومات اللي بيحبوا البومب اكشن ما بيحبوا السوبر ماجنوم من وراء هذا الموضوع، انه هي مسافتها طويله. كل ما كانت مسافتها اقصر كل ما بكونوا الشباب البومب اكشن بيحبوها اكثر. هلا كيف ترمس بالبارود بالبندقيه اذا كانت فاضيه؟ ماشي، تنقول فضيت البندقيه، انا عم برمي فيها فضيت بدي اعبيها، فيك ترجع تحط الطلقه من هون وبترمي. اوكي؟ طيب الطريقه الثانيه شيء اللي هي في حال فضيت فضيت شو بتعمل؟ ترجع المجموعه تحطها من هون اللي انا ما بحبها ابدا وبترمي. اوكي؟ هلا طبعا لو انا ما معود على هذه الطريقه بفضل الطريقه دائما من فوق، لانه الطريقه من فوق في حال انت مثلا كنت موتر وبدك تحط الطلقه لما تكون من فوق بتسقط معك كيف ما كان. اوكي؟ من تحت شوي ثقيله، يعني بدك شوي تبرم لتشوفها لتحطها. انا بالنسبه لي ممكن غيري لاي احسن. اوكي؟ فهيدي هي كل البومب اكشن، وزنها خفيف، ريكويل تبعها بين الجفت وبين الاوتوماتيك، لانه كمان فيها شويه وزن اكثر من المفرده. اوكي؟ وعملية جدا. اتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. بشوفكم بحلقه جديده. ميرسي كثير لكم.